رفعت وزارة الموارد المائية والري درجة الاستعداد لضمان استيفاء الاحتياجات المائية ومواجهة التعديات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات. شددت الوزارة على استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والتصدي الفوري لها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.